تلفزيون الكويت، انا عبد الرحمن دين وراح اسحبكم في هذه الحلقه في تقديم برنامج السهره اللي تعودتوا انكم تشوفونه كل اسبوع معنا. وفي البدايه خلوني ارحب بزميلتي عهود. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير عبد الرحمن، وانا بدوري ارحب فيكم واحييكم يا احلى مشاهدين برنامج السهره، هذا البرنامج المميز اللي من خلاله راح نغوص بارشيف تلفزيون دولتنا الحبيبه الكويت عشان نطلع لكم كل جديد. ما عليكم الا انكم تتابعونا وتتواصلون ويانا. على كل حال الانطلاقة اليوم أكيد بتكون مميزة، لازم دائما نقول لكم أن أعتقد الوضع اليوم مو على بعضه، ما في ماتشلة وما في أكل، شو السالفة؟ إي ما في ماتشلة وما في أكل ومو جايبين ولا شيء اليوم، إحنا حدنا يواعى وتعودنا دائما أن برنامج السهرة يكون معنا ماتشلة، بس اليوم ما معنا لا ماتشلة ولا شيء ولا يبنا ولا شيء، شو نسوي عبد الرحمن؟ أدق أطلب؟ إي لازم نطلب. ضروري أطلب من مطعم. إي شنو المطعم؟ شنو ودك تاكل؟ والله انا مشتهيه شيء يكون كذي يعني فاست فود سريع عشان نستمتع بمشاهده المواد الجميله اللي عندنا اليوم. عندنا مسرحيات وعندنا مسلسلات وعندنا العديد من الامور الحلوه، فيبينا معاه شيء فاست فود. شنو رايك بالبيتزا؟ اوه بيتزا؟ بيتزا يلا بيتزا. خليني ادق عليهم. عاد يوصلونها الحزه صح؟ اي يوصلونهم 24 ساعه، هذا الزين اللي فيهم. الو السلام عليكم بيتزا هوت. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. يعطيك العافيه اخوي. الله يعافيك. ممكن اطلب لو سمحت؟ ايوه تفضل، عندنا الوجبه الجديده اللي هي البيتزا الكبيره معها بيتزا. لا 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 انا اعرف الطلب، ابي بيتزتين وسط. شنو بيتزتك؟ انا ابي سوبر سوبريم. اوكي يعني بيتزا خضار. خضار ولحم وببروني كل شيء. وانا ابي بيتزا مارغريتا اللي هي بس جبن. ان شاء الله. اوكي. مشروبات كذا معها؟ يب مشروبات اي شيء، مشروبات غازيه. إن شاء الله. اي شيء مو مشكله. وكيف؟ اطلب بطاط مع شيء. ابي بطاط، يجيب لنا بطاط معك. اوكي بس ياخذ 15 دقيقة. اوكي 15 دقيقة مو مشكلة، احنا وزارة الاعلام استديو برنامج السهرة ماشي؟ ان شاء الله. يلا مشكور اخوي يعطيك العافية. اهلا وسهلا. لا تطول ترى يواعى ما نطرني. يلا زين هذا طلب وطلبنا وان شاء الله توصل البيتزا باسرع وقت. تحمست حق الحلقة دامنا طلبنا اكل، هذا الحال دائما في الدواوين في بيوتنا، من نطلب الاكل الواحد يتحمس، دامنا تحمسنا. لازم نذكركم انتم اللي قاعدين تتابعونا بان اكيد الفقرات الجايه راح تكون حلوه وجميله. ايش رايك ننطلق مع فقره التصويت؟ فقره التصويت راح تكون معانا العديد اكيد من الاغاني الجميله بفقره التصويت، ومن خلال هالفقره ما عليكم الا انكم تصوتون حق اغنيه. معانا اليوم ثلاث اغاني راح يكون، ما عليكم الا انكم تصوتون حق اغنيه من الثلاث اغاني لثلاث فنانين كبار وهم من رواد الفن الكويتي واشهر اغاني لهم. راح نحطها الحين، والحين سريعا راح نبلش اولى فقرات السهره مع فقره التصويت اللي راح تكون مع نقول ولا نشوف؟ خلونا نشوف. نشوف. حلفت إني ما أفتح يوم كتاب يحمل معاني اسمك، حلفت عمري ما أشوف صورة.
يا هلا مرحبا فيكم، عودة مجددة معاكم من بعد ما شفنا الفنانين والأغاني اللي راح تكون معنا بفقرة التصويت. وأول أغنية للفنان غريد الشاطئ مسموح. طبعا ثاني أغنية بتكون للفنان حسين الجسمي حلفت عمري مثل ما شفتوها في التصويت. أنا متحيز ما نقال متحيز حق شنو، احنا اليوم مو متحيزين حق ولا احد، انت قولي. ايه احنا اكيد مو متحيزين، بس الاغاني جدا جميله وجدا حلوه. طبعا الاغاني جدا حلوه ومميزه كونها يعني طلعت بالزمن الجميل، الزمن الحلو اللي كنا اغاني كلاسيكيه وكلمات جميله وحلوه ورائعه. اغنيه حلفت عمري حق حسين جاسم جميله وحلوه وراح تكون معنا بالتصويت. وثالث اغنيه راح تكون ويانا عبد الكريم عبد القادر اغنيه ما نسينا. طبعا نذكركم بطريقه التصويت من خلال اكونت البرنامج آت السهره كي تي في كي تي في، تدخل وتختار الاغنيه اللي عجبتك وتضغط لايك عليها وبكذي تكون انت صوت للاغنيه اللي راح نسمعها خلال الحلقه. اول اغنيه راح نبدي معاها اليوم السهره لمطرب من جيل المطربين اللي ظهروا في نهايه الستينات وتميز بجلسات السمر ومجال الاغنيه الشعبيه تقريبا وتحديدا اللون العجمي، الفنان الشعبي القدير خالد الملا واللي قدم حوالي 300 أغنية بين عاطفية ووطنية غالبيتها من كلماته وألحانه. شوفي من أبرز أغاني يعني اللي احنا فعلا 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 حبيناها بصوته لي معاكم خبر زين يا مسافر سلب فؤادي بنظرة ويا لابس الثوب المنقر. أيوة هذه الأغنية اللي أنا أبيها. أنت اليوم الثوب المشير مو المنقر. أنا المثلث بعد. المثلث. هذه الأغنية اللي نبيها هي يا لابس الثوب المنقر واسمك يا حلو ما في نقطة. أكيد عني. أكيد عني اسمي ما في نقطة. طبعا هذه الأغنية راح تكون معانا حالا حالا، هذه الأغنية الجميلة والحلوة. بالفعل هذه الأغنية من كلمات الشاعر البندر ومن الحان الأستاذ بندر عبيد. بنروح سريعا معاكم علشان نشوف ونسمع يا لابس الثوب لمنقط واسمك يا حلو ما في نقطة. لابس الثوب المنقط واسمك يا حلو ما في نقطة. يا لابس الثوب المنقط واسمك يا حلو ما في نقطة. تمكن حبك بقلبي توسط يوم في شبة النيران وسطك. تمكن حبك بقلبي توسط ويوم في شبة النيران وسطك حلو. يا لابس الثوب المنقط واسمك يا حلو ما في نقطة. انت حلو. يا لابس الثوب المنقط واسمك يا حلو ما في نقطة. تمكن حبك بقلبي وتوصل ويوم في شبة النيران وسطك. تمكن حبك بقلبي وتوصل ويوم في شبة النيران وسطك. شبت النيران وسطك.